مارلين حسن عبدال، أني من بعشيقة، عمري 32 سنة. جيم ورشاقة هو خاص بالسيدات، بالإضافة لأنه علاج فيزيائي، وبي أيضاً مكان خاص مثل حضانة صغيرة للأطفال. تقريباً بدأت أني من 3 سنوات بهذا المشروع، كنت مدربة سابقاً بغير جيمات وبغير أندية مع رشاقة خاص بالسيدات. حالياً أنا راح أبدأ العمل خاص بي، هذا جيم أو نادي رشاقة خاص بي. أنه أول شيء أني مدربة، ثاني شيء أنه هذا اختصاصي، ثالث شيء أنه صرت معروفة أنه أني مدربة والأولى بالمنطقة لأن ماكو مدربات غيري، فهو هذا المميز. أكيد هو خططي أنه أكبر أو أطور المشروع التجاري مالي، لأن أنا ما راح أبقى على هذا المشروع بوحده، إذا الشغل زين وكل شيء تمام أكيد راح أطور المشروع مالي.